ترى يا اخوان الرساله اذا ما كانت يعني حتى بتغريده، اعتبر ان اضعف الايمان حتى لو كانت تغريده، على الاقل الانسان برا ذمته من هالموقف. فانا اقول كان موقف الحكومه متخاذل ومع الاسف، وتحجينا فيها وصلنا الرساله لهم، قلنا لابد وغردنا فيها لابد ان الحكومه تشجب وتستنكر، بس مع الاسف المجلس الاخوان جزاهم الله خير عبروا عن الموقف النيابي وعن طبعا عن الموقف الشعبي. المجلس يمثل الشعب، بس دور الحكومه يفترض انها يعني هالمره بالذات وبهالقضيه مفروض انه يكون لها موقف، اقل شيء مثل ما قلنا استدعاء السفير وتوصيل رساله له بالاحتجاج، او سحب السفير مؤقت عشان يبين ان هناك احتجاج، ان فعلا دوله الكويت ما هي راضيه، الكويت ما هو راضي على ما هي راضيه على اللي قاعد يحصل في الهند. مع الاسف يعني فعلا الانسان لما يشوف هذه المواقف ما يحصل في الهند يعني يحز بالنفس وبالخاطر ان توصل الى هالمستوى، الى نزع الحجاب. لا بعد يا اخوان المشكله والامر من ذلك ان بوجود العسكر، يعني كان السلطات حمايه وكان السلطات راضيه وقابله في الامر.